السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وجعل فيه سبحانه الهداية والنور والشفاء. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أيها الإخوة الأفاضل، من صور القرآن الكريم التي تتكرر على أسمائنا وتحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبر سورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. روى البخاري في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة من القرآن ليقرأ بها يقرأ بسورة الإخلاص، ثم يقرأ بعدها سورة أخرى. فقال له أصحابه: إنك تقرأ بهذه السورة ثم ترى أنها لا تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال: ما أنا بفاعل، إن أحببتم أن أمكم فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ فقال الرجل: يا نبي الله، إني أحبها، أي سورة الإخلاص، وفي رواية: لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الصحيح في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه يوما فقال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثلث القرآن ما يقارب 10 أجزاء، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا نبي الله، أينا يطيق ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، تعدل ثلث القرآن. أيها الإخوة الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بهذه الصورة وبغيرها من صور القرآن، والقرآن كله شفاء. فروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه هكذا، ثم نفث فيهما فقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين، يقرأ ثم ينفث، ويبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قوله قل هو الله أحد، قال ابن كثير: أي هو الواحد الأحد الذي لا عديل له ولا شبيه ولا نظير ولا وزير، ولا يطلق هذا في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى، لأنه الكامل في صفاته وأفعاله. قوله الصمد، قال عكرمة عن ابن عباس: الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، والعرب تسمي أشرافها الصمد. وقال أبو وائل: الصمد هو الذي بلغ السؤدد، أو الذي بلغ الغاية
في سؤدده. قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له والد ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد، أي صاحبة. قال مجاهد: الصاحبة هي الزوجة. قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أي أنه هو الذي خلق الخلق، فليس له أحد يدانيه أو يقاربه سبحانه، ليس له أحد، ليس له نظير يداني، ليس له نظير يقاربه أو قريب يدانيه. فتعالى الله تعالى وتقدس. قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وروى كذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما خلقني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الصورة العظيمة اشتملت على فوائد كثيرة، فمن ذلك أولا إثبات الوحدانية لله تعالى والرد على اليهود والنصارى الذين يزعمون لله الولد. قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثانيا أن هذه الصورة الكريمة اشتملت على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فروى أبو داود في سنن من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثالثا استحباب قراءتها، أي سورة الإخلاص، عند المبيت وكذلك المعوذتين وفي الصباح والمساء 3 مرات. أما عند المبيت فكما تقدم أنه كان يقرأ وينفث عند نومه، أما في الصباح والمساء فقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: كنا في ليلة ظلماء وفيها مطر شديد، فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركته فقلت: يا نبي الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل. فلم أقل شيئا. فقال: قل. فلم أقل شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء.
اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.